بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في كل مكان. إن شاء الله في الفيديو هذا حنتكلم على جزئية مهمة من جزئيات النيورو أناتومي والهيد والنك اللي هو الفيشل نيرف. طبعا الفيشل نيرف حنتكلم عليه كالتالي، حنعطي الأوريجين of the facial nerve، يعني شنو هم النيوكلياي of the facial nerve، كورس، ريليشنز، ديستريبيوشن and terminal branches of the facial nerve. قبل كل شيء نجولي النيوكلياي of the facial nerve. طبعا النيوكلياي of the facial nerve باش نعرفوهم حنرسم البرين ستيم في جهة اللاترال فيو. اول حاجة البرين ستيم احنا نعرفه من فوق، اول جزء من البرين ستيم اللي هو الميد برين، بعدين في البونس، بعد البونس في المظلة اوبلونجات، بعدين في اللي هنا سباينال كورد. تمام، يبقى نجو هذا انتيرو فيو وهنا من الباكا. الجزء الأول هذا اللي هو الميد برين، بعدين البونس، بعدين مظلة أوبلونجات، وهذا السكشن بالشكل هذا. تمام، حنعرف إن في خلف الستركتشر بتاع البرين ستيم في عندنا اللي هو فينتريكل معبي سي اسمه فورت فينتريكل. الفورت فينتريكل في خلفه اللي هو السيريبيلوم، مش هنرسم السيريبيلوم بشكل تام لاني مانيش محتاج، بس محتاج لي اللي هو الفورت فينتريكل اللي هو سبيس هذا. تمام، نجو نديرو جنكشن هنايا ما بين من ومن، ما بين البونس والمظله اوبلونجات. هنا جنكشن ما بين الميد برين والبونس، هذا ميد برين، بونس، مظله اوبلونجاتا، الكونتينويشن تاعها تحت اللي هو سباينال كورد. السبيس اللي جاي ميل اللي خلف البونس اللي هو الفورت فينتريكل. الفورت فينتريكل، تمام. يعني نبي نتكلم عن نيوكلياي نتاع الفيشن نيرف. نقول اول نيوكليال او نيوكليوس او جروب اوف نيوكلياي من الفيشن نيرف يطلعوا من لور بارت اوف ذا بونس. لور بارت اوف ذا بونس اللي هم هذا نسموه فيها فيشيال موتور نيوكليوس، اللي هي اسمها فيشيال موتور نيوكليوس. هنا الفاشيال موتور نيوكليوس طلعوا منها فايبرز يبوا يمشوا فورورد، بس الفايبرز اللي طلعوا منها مشوا باكورد، بعدين داروا ريفليكشن ورجعوا تاني فورورد وطلعوا من الفرونت. هذه ويتش فايبرز؟ هذه فايبرز نتاع فاشيال موتور نيوكليوس. يبقى نكتب هنا اول نيوكليوس من الفاشيال نير اسمها فاشيال موتور نيوكليوس. الفاشيال موتور نيوكليوس الاوريجين بتاعها منين؟ من اللور بارت اوف ذا بونز، بنقول لور بونز. تمام، النيوكليوس هذه وهي ماشيه طلعوا منها فايبرز مشوا باكورد، يعني داروا هوك او لفوا حوالينا، نقولوا ديروا احنا شنو هوك اراوند نيوكليوس ثانيه تاع ويتش نير؟ 6th كرانيال نير. كرانيال نير اللي هو كرانيال رقم 6، يعني نرسمها هنا. يعني هنا في كرانيال نيرف رقم 6 عند النيوكليوس، هي النيوكليوس نتاع الكرانيال نيرف رقم 6 من يلف عليها؟ لفوا عليها الفايبرز نتاع الفاشيال موتور نيوكليوس، وهم لفات باكورد داروا ضغطوا او داروا بريشر على الفلور نتاع الفورت فينتريكل، فصار في بلجنج، صار في اليفيشن فاش في الفورت فينتريكل، فداروا حاجه نسموها احنا فاشيال كوليكيولوس، اسمها فاشيال كوليكيولوس. شنو كلمة كوليكيولوس تعني؟ كلمة كوليكيولوس معناها إليفيشن، فاشل معناها دارتها فايبرز طلع بتاعت الفاشل نيرف. ويتش بارت من فايبرز اوف ذا فاشل نيرف؟ فاشل موتور نيوكليوس، موجودة وين؟ في اللور بارت اوف ذا بونز. الفايبرز بتاعها قلنا يديروا هوك حوالين من؟ يديروا هوك حوالين السكست كرانيال نيرف نيوكليوس اللي هي النيوكليوس بتاع الابديوسنت نيرف، وهم لفات ضغطوا على من؟ يقولنا احنا ضغطوا على الفورت فينتريكل في الريجن هذه، فداروا انتفاخ سميناه فيشل كوليكيولوس. تمام، الفايبرز هذو لما طلعوا من الفرونت ات ذا ليفل اوف ذا بون تو ميدلري جنكشن، مش قلنا هذا اسمه بونز وهذه ميدله اوبلونجاتا، ات ذا ليفل اوف جنكشن ما بين البونس وميدل اوبلونجات نسموها بون تو ميدلري جنكشن، حتطلع الفايبرز من الفرونت. الفايبرز هذه اللي باللون الاحمر هذه شو اسمها؟ نسمو فيهم فيشل نيرف بروبر،
اسمهم فاشيال نيرف بروبر. تمام. الفايبرز اللي طلعوا من نيوكليس هذه مشيات، مشيات للمسلز اوف فاشيال اكسبريشنز اللي هم العضلات بتاع السكند فرنجل ارش. شنو يرفعوا له؟ يرفعوا له موتور انرفيشن، يعني النيوكليس هذه الفايبرز اللي فاخرهم موتور، ترفع موتور فايبرز. باهي موتور فايبرز لمن؟ للمسلز اوف فاشيال اكسبريشنز اللي هم مسلز اوف ذا سكند فرنجيال ارش، وحنتكلم عليهم بالتفصيل. يبقى هذه النيوكليس الاولى. النيوكليس الثانية اسمها سوبيريور سليفري نيوكليس اللي هي هادية، هنرسمها هنايا حتي من اللور بارت اوف بونس، اسمها سوبيريور سليفري نيوكليس. ما فيهاش حاجة غريبة، يعني بتمشي الفايبرز بتاعها فورورد وبتطلع حتي من البونت وميدلر جنكشن، وبتتبع الفايبرز الثانيات اللي سميناهم فيشل نيرف بروبر. الأولات اللي بلون الأحمر اسمهم فيشل نيرف بروبر، شو مفصلهم؟ موتور فايبرز. ممتاز. الثانيه هذه شنو سميناها؟ النيوكليس الثانيه عندك النيوكليس رقم 2 نسموه فيها النيوكليس رقم 2، عندها اسم نسموه فيها احنا سوبيريور سليفري نيوكليس، سوبيريور سليفري نيوكليس. السوبيريور سليفري نيوكليس نقدر نسموه فيها اكثر من اسمها، او نعطيها تو سب ديفيجنز. نقدر نقول على ان هي سليفاتوري نيوكليوس ولكريماتوري نيوكليوس، يعني فيها تو تايبس اوف نيوكلاي. احنا بدنا نرسمه فيها بالشكل هذا، نرسمه في عيون وماوث، فيه هنا تيرز وهنا فيه سلايفا. هذه النيوكليوس، النيوكليوس هذه نسموه فيها سوبيريور سليفري نيوكليوس. السوبيريور سليفري نيوكليس فيها تو تايبس اوف نيوكلياي، تو تايبس اوف نيوكلياي شنو هما؟ سليفاتوري نيوكلياي ولاكريماتوري نيوكلياي. التو فايبرز هذول الاثنين شنو رفعات؟ يرفعوا في بارا سمباتيك فايبرز لمن؟ للاكريمال جلاند باش تدير تيرز ولاكريميشن، ويرفعوا في بارا سمباتيك فايبرز لمن؟ للسب مانديبولار سليفري جلاند والسب لينجوال سليفري جلاند باش تطلع سلايفيشن. فلما نقول على احنا شنو فيها النيوكليس هذه بتطلع منها فايبرز نسمو فيها بري جانجليونيك، جانجليونيك بارا سمباتيك فايبرز، بارا سمباتيك فايبرز. البري جانجليونيك بارا سمباتيك فايبرز هذو قلنا هو بيمشوا، بيمشوا لمكانين، بيمشوا لي لاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند رقم واحد، رقم اثنين وبيمشوا تاني بيمشوا لي السليفري جلاند. which سليفري جلاند؟ sub mandibular والsub lingual سليفري جلاند، sub mandibular والsub lingual سليفري جلاند. يبقى هذه النيوكليس الثانية، النيوكليس الثانية تطلع منها فايبرز لها علاقة بمن؟ بالبارا سمباتيك، بارا سمباتيك بري سينابتيك very long بري سينابتيك بارا سمباتيك فايبرز. حيسرك على الفيشن نيرف يقول لك عنده بارا سمباتيك فايبرز، يس عنده بارا سمباتيك فايبرز. البارا سمباتيك فايبرز شنو النيوكليس نتاعهم؟ سوبيريور سليفري نيوكليس، هذه النيوكليس رقم 2. او احنا نقولوا السوبيريور سليفري نيوكليس نقدر نقسمها الى تو سب نيوكلياي، واحده اسمها سليفاتوري نيوكليس وواحده نسموها فيها لاكريماتوري نيوكليس. يعني النيوكليس هذه نقدر ندي معها فايبرز ثانيات مشيات هيك دوتس، هذه والله ممكن رفعت لاكريميشن او لاكريمال فايبرز، معناها الثانيه شرفعات سليفري فايبرز، الاثنين مع بعضهم سوبيريور سليفري نيوكليس يسموه فيها سوبيريور سليفري نيوكليس. ممتاز. في النيوكليس الثالثه نتاع الفيشن نيرف، النيوكليس الثالثه، النيوكليس هذه جروب اوف نيوكلياي طلعت منين؟ من الابر بارت اوف دي ميدالله هنا نسموه فيها نيوكليوس اوف تراكتس سليتوريس. الفايبرز بتاعها حيطلعوا ويمشوا للبونت وميدلر جانكشن وبيمشوا مع الباقي الفايبرز تاع الفيشن نيرف بالشكل هذا. يعني البوينت رقم 3 نكتبها هنايا، رقم 3 النيوكليوس اوف تراكتوس
سوليتوريس. سولي توريس. نيوكليوس اوف تراكتس سوليتوريس. هذه النيوكليوس رقم 3. طيب تمام، هذه شنو وظيفتها النيوكليوس هذه؟ هذه حترفع او حتاخذ مسؤوله على تيست سنسيشن. تيست سنسيشن منين؟ من الانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج. انتيريور تو ثيردز اوف تانج اللي هي النيوكليوس الثالث. يبقى 3 مين نيوكلياي اوف ذا فيشن نيرف. النيوكليوس الاولى فيشل موتور نيوكليوس، تطلع منها فايبرز وتمشي وتدير حاسمه فيشل كولكيولس على الفلور اوف ذا فورد فينتريكل. هذا فورد فينتريكل، لما تجي تشوف الفورد فينتريكل من الباك حتلقى، او البرين ستيم من البونس من الباك حتلقى فيه تو اليفيشنز. التو اليفيشنز هذا نسموه فيهم فيشل كولكيولاي، كل واحده منهم نسموها فيشل كولكيولس. من مديرها؟ مديرها الفايبرز بتاع الفيشل موتور نيوكليوس. هنا الفايبرز هذه كنا حتلف على النيوكليوس بتاع السكست كرانيال نيرف اسمها ابديوسد نيرف، حتطلع الفايبرز من الفرونت ات ذا ليفل اوف ذا بون تو ميدلري جانكشن. النيوكليوس الثانيه، النيوكليوس الثانيه اللي يسموها سوبيرور سليفاتوري نيوكليوس او سوبيرور سليفاري نيوكليوس، اللي عندها تو تايبس اوف نيوكلياي او انقسموا فيها تو سب ديفيجنز اوف نيوكلياي. الجروب الاول مسؤول على السلايفيشن فنسموه فيها سليفاتوري نيوكليوس، والجروب الثاني مسؤول على الكريميشن ونسموه فيها لاكريماتوري نيوكليوس، والاثنين يرفعوا في بارا سمباتيك فايبرز. اللاكريمال جلاند باش تدير تيرز، والسليفري جلاندز اللي هما سب مانديبولار والسب لينجولا بين قوسين ما يرفعوش بارا سمباتيك فايبرز للباروتيد جلاند، يرفعوا للسب مانديبولار والسب لينجوال جلاند. النيوكليوس الثالث نسمو فيها احنا النيوكليوس اوف تراكتوس سوليتوريس. النيوكليوس هذه موجوده وين قلنا احنا؟ في المظله. هذه مسؤوله على من؟ على التيست سنسيشن فروم ذا انتيريور تو ثيردز اوف ذا تانج. ممتاز. تو هنا الفايبرز هادو الاثنين مع بعضهم لما طلعوا من البرين ستيم انقسموا فيهم الى تو روتس. تو انا ايش بندير لهم؟ بندير لهم فيوز مع بعض. فالاولى هذه الفايبرز اللي بلون الاحمر هذه كنا شو مفصله فيها موتور فايبرز وسميناها فيشل موتور بروبر، اللي هي الفايبرز هي. تمام، بيتلاقوا مع الفايبرز الثانيات اللي هم هادو مع بعضهم شو نسموا فيهم هادو؟ هادو نسموا فيهم نيرفز انترميديس. فاحنا نقول الفايبرز لما طلعوا كانوا في الاول متفرقات كل واحده بروحهم، فاللي من فوق مسؤول على الموتور هذه نسموا فيها فيشل نيرف بروبر. فاشيال نيرف بروبر. والجروب الثاني اللي فيه سنسوري فايبرز، الجروب هذا اللي فصله جروب اوف فايبرز، هذا بروحه نسمو فيه نيرفز انترميديس. انتر ميديس. يبقى النيرفز انترميديس هو جزء من الفاشيال نيرف من فصله، فاستا فايبرز من السوبيرو سليفري نيوكليوس او سليفاتري نيوكليوس، وفاستا فايبرز منين؟ من النيوكليوس اوف تراكت سليتوريس. اما الفيشل نيرف بروبر فاستا فايبرز منين جايات؟ من الفيشل موتور نيوكليوس. هذا الاوريجن اوف ذا فيشل نيرف، اوريجن اوف ذا فيشل نيرف. تمام. لو نفس الرسمه هذه باهي، لو ناخذ تي سكشن بنرسمه تي سكشن نديرها في الورقة الثانية. لو خدينا T section في اللور بارت of the bones هنلقوا بالشكل هذا. رقم واحد نجو من الباك، البونس من الباك لقينا في elevation الأولى وفي elevation الثانية، هذا الفيشل كل كيولاي، هذا فورد فينتريكل. ممتاز. نجو من الفرونت، هذا اسمها فيشل كوليكيولس وهذه فيها فيشل كوليكيولس. نشوف هنا هذه النيوكليوس اوف ذا سكست كرانيال نيرف، حتطلع الفايبرز فورورد. ممتاز. شوفوا الفيشل نيرف اللي هي الموتور فيشل نيوكليوس او فيشل موتور نيوكليوس، الفايبرز نتاعها في السايد هذا، واحده في السايد هذا، مشيت باكورد ورجعت في الفرونت،
نفس الشيء اللي في سايد تاني، مشيت باكورد ورجعت للفرونت. هذا شنو اسمها نيوكليس؟ اسمها فاشيال موتور نيوكليس. الفايبرز مشوا باكورد، شنو داروا؟ داروا فاشيال كوليكليس، معناها سبيس هذا من؟ هذا فورت فنتريكل، فورت فنتريكل، فورت فنتريكل. ممتاز. لو نجوا نشوفوا في الانتيرو فيو، انتيرو فيو نقولوا في الابر بارت هذا ميد برين بونس ميدال لوبلونجات، وهذا سباينال كورد. توني نشوف من الفرونت الجزئية هذه من الدبرين، الجزئية هذه اللي هو البونس، الجزئية هذه اللي هي الميدال، ميدال أوبلونجات. تمام، نجول البون تو ميدال ريجنكشن، هي الجنكشن ما بين البونس وما بين ميدال أوبلونجات. ات ذيس ليفل ها حنلقوا من هنا كرين نيف رقم 6، بعدين من نلقوا فيه كرين نيف رقم 7 اللي هو هذا كرين نيف رقم 7 بالفايبرز اللي كلهم رسمناهم باكري، كرين نيف رقم 7 بالشكل هذا. مور لاترالي هنا حنلقوا كرين نيف رقم 8، ما ثلاثة نيرفز يطلعوا من البون تو ميدال ريجنكشن. فهذا الفيشن نيرف اللي بلون الاخضر هذا شنو اسمه؟ فيشن نيرف. شنو الفايبرز اللي طالعات هنا؟ والله نقولوا الفايبرز اللي طالعات او الروت اللي طالع اثنين، واحد شنو سميناه؟ نيرفز انترميديس، وواحد شنو سميناه؟ فيشن نيرف بروبر، فيشن نيرف بروبر. نرجع للرسمه. هذا الليفل نتاع البون تو ميدال ريجنكشن، هذا الفايبرز اللي كونوا النيرفز انترميديس، واللي باللون الاحمر هذا الفايبرز اللي كون ما قلنا احنا كونوا حاجه سموها فاشيال نيرف بروبر. تمام، تو الكورس هذا اللي نتكلم عليه والفايبرز اللي نحكي عليهم انا تو هذا كلهم في وسط الكرانيال كافيتي، وسط الكرانيال كافيتي. هذه فيري بيزك كونسبت على الفاشيال نيرف. هنا الريجن هذه او الفاشيال نيرف هنايا التقاء اللي هو الفاشيال نيرف بروبر والنيرفز انترميديس، الكورس نتاعهم وين ماشيات؟ الكورس نتاعهم حيمشوا حيدخلوا لحاجه اسمها انترنال اوديتريمياتس. يعني هنا في الرسمه اللي بعد هذه حنرسم اربع انواع من الفايبرز، واحده موتور وبتمشي للمسلز نتاع اوف فيشل اكسبريشنز، وواحده بارا سمباتيك بتمشي للسليفري جلانس، وواحده بارا سمباتيك حتمشي لمن؟ اللي هي لاكريمال جلاند، وفايبرز ثانيه اللي هي تاخذ في التيست سنسيشن. يعني تو حنا الرسم الثاني مش حنرسم اللي هو البرين ستيم، حنبدو منين؟ من نيرفز انترميديس وفيشن نيرف بروبر. هذا بالنسبه للجزء الاول من المحاضره نتاع الفيشن نيرف. الجزء الثاني خلينا نديرها كونتينيوس مع بعضها. الجزء الثاني في الرسمه اللي نرسمها تحت هذه اللي هي الرسمه هذه، الرسمة هذه من ناحية الخطاطات هنا lateral view للسكال، structure هذه internal auditory meatus، structure هذه اسمها internal auditory meatus اللي هي internal، نكتب اسمه هنايا internal acoustic او auditory، auditory meatus. ممتاز. السايد هذا كله posterior cranial fossa، السايد هذا middle cranial fossa، السايد هذا انتيرو كرانيال فصة، يعني اللي من فوق هذا كله من كرانيال كافيتي، كرانيال كافيتي. ممتاز، هذه اسمها انترنال اوديتوري مياتس. خلينا نديروا ايدنتيفيكيشن للستراكشر الموجودات قدامنا باهي. هذا اسمها انترنال اوديتوري مياتس. الانترنال اوديتوري مياتس هنا عندها كونكشن مع البوستيرو كرانيال فصة، يعني حيدخل فيها مجموعه ستراكشرز حنكتبهم شنو هم. وهذا البوكس هو اللي هو الميدل اير، الميدل اير. خلينا نبدا هنا وبعدين نمشي فورورد. احنا اتفقنا قلنا في اربع انواع من الفايبرز، رقم واحد اللي هو
موتور فايبرز او شو نسميناه فاشل نيرف بروبر اللي يرفع فيه قلنا شنو موتور فايبرز نرسمهم هنا. خلينا نرسم التو فايبرز مع بعضهم باش نعرفوا كل واحده منهم من هي. لو قلنا هذه فاشل الفاشل نيرف بروبر الفايبرز الثانيه اللي هي نيرفز انترميديس نيرفز انترميديس هنا الفايبرز حيدخلوا وين للانترنال اوديتريمياتس يدخلوا الانترنال اوديتريمياتس. احنا قلنا اي حاجه موتر حنرسمها باللون الاحمر يعني هذو الفايبرز بتاع الفاشل موتر فاشل نيرف بروبر موتر فايبرز هذو الموتر فايبرز. خلينا نديروا تريسنج نتبعوا الموتر فايبرز وين يمشوا دخلوا للانترنال اوديتريمياتس انترنال اوديتريمياتس هنا عندها كونكشن مع الميدل اير. لو تلاحظوا الميدل اير هذا اسمه انتير وول السايد هذا اسمه ميديال وول السايد هذا اسمه بوستير وول ميديال انتيرير بوستيرير وهذا لاترال وول اوف ذا ميدل اير. الانترنال اوديتريمياتس حيفوت منها الفاشل نيرف بالفايبرز اللي نرسمهم. فالفايبرز الاولى اللي هي الموتور فايبرز من الانترنال اوديتريمياتس دخلت للميديال وول متاع الميدل اير مشت في الباك مشت في البوستير وول نزلت داون وورد هادو موتور فايبرز حيطلعوا من الميدل اير او يطلعوا من البوستير وول اوف ذا ميدل اير في فورامن موجوده في الانفرا تيمبل الفصه جايه ما بين الستايلويد بروسيس والماستويد بروسيس ونسموا فيها ستايلو ماستويد فورامن اسمها ستايلو ماستويد فورامن. انا ندير في تريسنج تو للموتور فايبرز نعاود من فوق الموتور فايبرز هذا شو نسميناهم فاشل نيرف بروبر شن فيه شن فيهم موتور فايبرز اللي من مشيات بيغدوا سكيليتال ماسلز وين موجودات موجودات في الفيس عاد شو نسمو فيهم ماسلز اوف فاشل اكسبريشنز هذا البارت الاول من الفاشل نيرف ندير في تريسنج للموتور فايبرز ممتاز. شوف معي هنا هذا فاشل نيرف بروبر الفايبرز اللي فيه موتور فايبرز الموتور فايبرز دخلت وين الانترنال اوديتريمياتس بعد الانترنال اوديتريمياتس دارت مشت دارت بنت او احنا نقولوا مشيت باكورد في الميدل وول بشكل هوريزونتال ومشيت في كنال الكنال هذه هي عندها اسم نسموها فاشيال كنال اسمها فاشيال كنال يعني الكورس اوف ذا فاشيال نيرف كرانيال كافيتي انترنال اوديتريمياتس فاشيال كنال الفاشيال كنال بدت من الميدل وول متاع الميدل اير بعدين في البوستير وول كانت ماشي بشكل هوريزونتال بعدين بتغير الكورس متاعها بتمشي بشكل فيرتيكال لين تطلع من فورامن نسمو فيها ستايلو ماستويد فورامن ستايلو ماستويد فورامن اللي هي هذه اسمها ستايلو نكتبها هنا اسمها ستايلو ماستويد فورامن ستايلو ماستويد فورامن اللي هي الفورامن ما بين الماستويد بروسيس اللي هي هذه اسمها ماستويد بروسيس ومن ثاني والستايلويد ستايلويد بروسيس ما بين الماستويد والستايلويد هنا الفايبرز اللي هي موتور فايبرز شنو البرانشز اللي حتعطيها احنا نقولوا حتطلع منها برانش في وسط الميدل اير سمول برانش البرانش هذا يمشي يغدي في عضله في وسط الميدل اير اسمها ستابيديس مصر ستابيديس مصر ونسمو فيه نيرف تو ستابيديس فهذا ستابيديس مصر موتره يحرك فاش في ستابيديس مصر ستابيديس مصر هذه وظيفتها ان هي شاده في عظمه اسمها ستابيز والمصر هذه تدير ليميت للفايبريشن بتاع ستابيز بون يعني تنقص في الموفمنت بتاعها اللي هي لها علاقه باش بالليفل بتاع الساوند الفويس الصوت
يعني الصوت لو كان نورمال فويس والمصل هذه صاير لها باراليسز حيبدا الصوت فيري لاود. وجود المصل هذه تتحكم في العظمه اللي اسمها ستابيز، ويتحكم في المصل هذه نيرف اسمها نيرف تو ستابيديس. والنيرف تو ستابيديس هذا منين؟ من الفاشل نيرف. ويتش بارت اوف ذا فاشل نيرف؟ من الفاشل نيرف بروبر، يعني موتو فايبرز. يعني المصل هذه خير اقول نحن سكيليتال مصل. فهذا اول برانش يعطيها، نتكلم عن موتو فايبرز. معليش بنرجع شوي الباك بهي، انا كله نتكلم عليه من اللي بلون الاحمر اللي هو موتو فايبرز اللي هي الاريا هذه وشرحتها في الفيديو. تمام، يعني هذا البرانش هذا اسمه انترا كرينيال بارت، موتره انترا كرينيال بارت. قلنا يغدي في عضله شو اسمها او نسمو فيه النيرف رقم واحد، مش نكتب هنا نيرف تو ستابيديوس. نيرف تو ستابيديوس نديرو في السمري نيرف تو ستابيديوس. تمام، هنا الموتور فايبرز طلعت منين؟ قلنا احنا طلعت من ستايلو ماستويد فورامن، من ستايلو ماستويد فورامن. من ستايلو ماستويد فورامن مباشرة حيطلعوا منا برانشز يمشوا في الباك، واحد برانشز يمشوا وين؟ في الباك. حيمشوا لثلاثة أو ثلاثة برانشز، ثلاثة برانشز. الثلاثة برانشز هادو واحد اسمه بوستيرو أوريكولا، الثاني نيرف ماشي للدايجاستريك مصل يغذي في البوستيرو بيلي أوف دايجاستريك. النيرف الثالث اللي هو هذا اللي هو نسمو فيه إحنا نيرف تو ستايلو ستايلو هايويد، ستايلو هايويد. فالنيرف هذا اسمه بوستيريور أوريكولار، النيرف الثاني دايجاستريك برانش، النيرف الثالث يمشي لعضلة اسمها ستايلو هايويد، ستايلو هايويد. هادو أول ثلاثة برانشز يطلعوا من الفيشن نيرف بروبر أول ما يمر من ستايلو ماستويد فورامن. النيرف حيمشي الدايركشن تاع فورورد، بعدين حيمشي فورورد بالشكل هذا، حيمشي قدام، حيمشي قدام لين يدخل في من؟ يدخل في جلاند موجودة في الفيس اسمها باروتد سليفري جلاند. وهو في الباروتد سليفري جلاند، في الباروتد سليفري جلاند حينقسم الى التيرمينال برانشز نتاع اللي هما خمسة برانشز، خمسة برانشز. اللي بندير انا توا حناخذ الريجن هذه اللي هي تعتبر هنا ما وضحتهاش بشكل واضح باش ما نبوش ناخذ فيشن نير في الكرينيال كافيتي وهنا ننسوه، ناخذ رسمه ثانيه ونوضح فيها الريجن هذه. شو بنوضحوا؟ نوضحوا كيف الفيشن نير بروبر طلع من ستايلو ماستويد فورامن، وشن هم البرانشز اللي طلعهم اللي هم الموتور برانشز، وين مشوا ومن غدوا. نجوا للرسمة الثانية، نجوا هنا في الرسمة هذه. لو افترضنا ان في الريجن هذه ستايلو ماستويد فورامن، اهي هذه من ستايلو ماستويد فورامن، اطلع منها الفيشن نيرف بروبر اللي هو الموتور فايبرز، موتور فايبرز قلت لكم حيمشوا فورورد لقدام ويدخل الجلاند نسميناها باروتيد جلاند، هذه باروتيد جلاند. وهو فصل الباروتيد جلاند حينقسم الى التيرمينال برانشز. شنو هم التيرمينال برانشز اللي بيعطيهم هنايا؟ حيعطي كلهم حيطلعوا من الانتيرو بوردر. طبعا هو انقسم فصل الباروتيد جلاند، واحده من الحاجات اللي تقسم الباروتيد جلاند الى سوبرفيشال بارت وديب بارت اللي هو الفيشن نيرف، الموتور فايبرز تاع الفيشن نيرف. هنا ما عادش نقدر نشوفوه لان دخل الباروتيد جلاند، بس نشوف البرانشز نتاعه. شنو هم البرانشز نتاعها؟ نقولوا من الابر بوردر هذه في برانش، واخر واحد يطلع من الابيكس من تحت. خمسه برانشز، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. البرانشز هذه نسمي فيهم انا تو زكريا باي موتور سايكل، معروفات الخمسة تيرمينال برانشز. من هم؟ تيمبورال رقم واحد، مني تيمبورال برانش، تيمبورال نيرف، بعدين زايغوماتيك، زايغوماتيك، بعدين بكال، بعدين مانديبولار، بعدين سيرفايكال. هذه التيرمينال برانشز اوف ذا فيشن نيرف. احنا قلنا اول ما طلع من ستايل وماستويد فورمن اعطيه برانشز مشيت للباك، هذا واحد
شو نسموه في هذا؟ هذا اسمه posterior auricular posterior auricular nerve. شنو نعطيه تاني؟ أعطيه branch للستايلو هايويد، أعطيه branch للدايجاستريك. فنكتبوا هذا 1 2 3. رقم 1 posterior auricular، رقم 2 اسمه digastric branch، رقم 3 ماشي للستايلو هايويد، وكلهم مشيات لعضلات، كلهم مشيات لمسلز. تمام، نجولي اللي هو التمبورال نيرف. التمبورال نيرف، التمبورال نيرف هذا هو ماشي هيعطي لي عضله موجوده قدام الاوريكل نسموه فيها اوريكولارس انتيريور مسل، وحيعطي للاوريكولارس سوبيريور مسل فوق الاوريكل، وحيعطي للاوربيكولارس اوكيولاي مسل. هذا اسمه اوربيكولارس اوكيولاي مسل. الاوربيكولارس اوكيولاي مسل طبعا مش حيعطاها كلها، حيتشارك معاه هو الزيجوماتيكا مش بالكامل، حيعطي للفرونتال بيلي اوف فرونت اوكسوبيتالس مسل، او يسموه فيها فرونتالس مسل، فرونتالس مسل اللي هو الجزء هذا. يبقى التيمبورال لو نجو نجمعوا شنو هم البرانشز اللي اعطاهم التيمبورال نيرف، اعطيه كلهم موتر، اوريكولارس اوريكولارس انتيريور واوريكولارس سوبيريور. لمن اعطيه ثاني؟ اعطيه فرونتالس او فرونتال بيلي اوف فرونت اوكسوبيتالس، فرونتالس. لمن اعطيه ثاني؟ اعطيه اوربيكولارس اوكيولاي، واعطيه لي واحده اسمها اوريجيتور سوبرسيلاي. هذا بالنسبه لي اللي هو التيمبورال نيرف. نجول الزيجوماتيك. الزيجوماتيك هذا اسمها اوربيكولارس اوكيولاي اللور بارت، اعطاها يعني لو نديروا خط على الاوربيكولارس اوكيولاي بالشكل هذا، سمناها تو بارتس، ابر هاف لور هاف. اللور هاف من يغدي فيه؟ يغدي فيه زيجوماتيك. الابر هاف من يغدي فيه؟ يغدي فيه التيمبورال. التيمبورال من غدا ثاني؟ غدا الفرونتال بيلي. من غدا ثاني؟ اوريكولارس انتيريور. من غدا ثاني؟ اوريكولارس سوبيرو مسل. ممتاز. نجولي البكل، بكل برانش. البكل برانش هذا نقولوا عليه احنا حينقسم الى تو برانشز، اثنين، واحد ابر بكل والثاني لور بكل، والاثنين اللاند مارك اللي بناتهم اللي هي الباروتيد داكت. الباروتيد داكت مالي حيغدي مصل اسمها باكسينيتور مصل اللي هي هنا، باكسينيتور مصل، باكسينيتور مصل. جيلي هو المانديبولر برانش، هذا يغدي في عضلات اللي هو الراوند اورال كافيتي. اورال كافيتي. نجول السيرفايكل. السيرفايكل هذا يغدي في عضلة موجودة في النك وما بين المانديبل وما بين النك اللي هي نسميناها بلاتيزما مصل، اسمها بلاتيزما مصل. اللي في الباك البوستيرو اوريكولار هيغدي حاسمة اوريكولارس بوستيرو مصل، هيغدي مني اوكسوبيتال بيلي اوف فرونت اوكسوبيتالس، هذه فرونت اوكسوبيتالس مصل. الفرونت اوكسوبيتالس مصل قلنا في بنات مون ابنيروس اختطاف في السكالب، مربوطه من قدام فرونت البيلي ومن الباك اوكسوبيت البيلي. الفرونت البيلي تيمبورال نيرف والاوكسوبيت البيلي اللي هو بوستير اوريكولار. عندك بعدين الدايجاستريك، ركزوا معي بتاع الدايجاستريك، هذا يغدي بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك، هذا اسمه بوستيرور بيلي اوف دايجاستريك، بوستيرور بيلي اوف دايجاستريك. بين من ومن؟ ما بين الهايويد ما بين الماستويد بروسيس ومن ثاني والهايويد بون. هذا اسمه بوستيرو بيلي اوف دايجاستريك. معاهم واحده اللي هي اسمها ستايلو هايويد، ستايلو هايويد مسل، ستايلو هايويد مسل. ستايلو هايويد يغدي فيها اللي هو النيرف نسموه فيه نيرف تو ستايلو هايويد. تو هنا كملنا من الموتور برانشز، موتور برانشز اوف ذا فيشن نيرف. هناخذهم شنو هم الموتور برانشز؟ نقول اول واحد اللي هو نيرف تو ستابيدس مسل، هذا اعطاه هو وين؟ وهو في الفيشل كانال، اعطاه هو في الفيشل كانال. يبقى النيرف هنا وين موجود؟ في الفيشل كانال. شنو اعطيه؟ اعطيه نيرف تو ستابيديس، اطلع من الفيشل كانال عن طريق من؟ عن طريق ستايلو ماستويد فورامن. اعطيه برانشز في الباك اللي هما بوستيرو اوريكولار، نيرف تو دايجاستريك، اعطيه البوستيرو بيلي بتاع الدايجاستريك، وستايلو هايويد مصل
ومشي للباروتيد جلاند، وفي الباروتيد جلاند انقسم وعطيه التيرمينال برانشز اللي هم قلنا 2 زكريا باي موتور سايكل، خمسه تيرمينال برانشز اوف ذا فيشل نيرف. وراني نتكلم على الموتور بارت اوف ذا فيشل نيرف، موتور بارت اوف ذا فيشل نيرف. ممتاز، نجولي الجزء الثاني من الفيشل نيرف. نرجع للرسمه بتاعنا الاولى، اللي كملت انا وتوه هنا اعطيته اللي هو اللي بالخط الاحمر، خلاص ما عادش عندنا في اسئله، اخذناه كورس متعب بشكل تام. يعني نجول الجزء الثاني هناخده اللي هم البارا سمباتاتيك فايبرز. تو البارا سمباتاتيك فايبرز، البارا سمباتاتيك فايبرز هنرسمها باللون الازرق اللي هم البارا سمباتاتيك. رقم واحد هناخده الفايبرز اللي لهم علاقه باش بالسلايفيشن، يعني طلعت من وتش نيوكليوس سوبير والسليفري نيوكليوس اللي هم هذه الفايبرز. علاش ما رسمتهمش هنايا؟ لان هذا سميناه فيشل موتور فيشل نيرف بروبر، والجزء هذا شنو سميناه؟ نيرفز انترميديوس. فهذا نسموه فايب نيرفز انتر ميديوس. النيرفز انترميديوس دخلت فيها البارا سمباتاتيك فايبرز، نرسم فيها تو شنو بارا سمباتاتيك فايبرز. بارا سمباتاتيك فايبرز، البارا سمباتيك فايبرز دخلت للانترنال اوديتوري مياتس، انترنال اوديتوري مياتس. بعدين دخلت وين هنايا؟ البارا سمباتيك دخلت للفيشل كانال، بند باكورد. البند هذه التانية هذه نلقاها شارب، وعلى فكره هنا في جانجلون ومهمه جدا. الجانجلون هذا اسمها جينيكيوليت جانجلون اوف ذا فيشل نيرف، جينيكيوليت جانجليون اوف ذا فيشل نيرف، جينيكيوليت جانجليون اوف ذا فيشل نيرف في الريجن هذه. هنا الفايبرز البارا سمباتيك نزلت داون وورد في الفيشل كانال. قبل ما توصل للستايلو ماستويد فورمن تقريبا ب 6 ملم حتسيب الكورس نتاع النيرف وتمشي لي في بوني كانالا، هتدخل لمن؟ للميدل اير، ومشيت للانتير وول. مع الانتير وول هنا دارت جمب من اوبننج، نتكلم عن بارا سمباتيك فايبرز الاولى، مو عندي اثنين بارا سمباتيك. الاولى هذه اللي هي مسؤوله على السلايفيشن، مسؤوله على من؟ على السلايفيشن اللي هي البارا سمباتيك اهي. ممتاز، البارا سمباتيك فايبرز هنا قلنا احنا طلعت من الفيشل كانال ودخلت للميدل اير وفاتت من فيشر موجوده في الانتير وول اوف ذا ميدل اير. الفيشر هذه الاوبننج هي عندها اسم اسمها بيترو تيمبانيك فيشر، اسمها بيترو تيمبانيك فيشر. ممتاز، يعني فاتت البارا سمباتيك فايبرز عن طريق البيترو تيمبانيك فيشر. هنا البارا سمباتيك فايبرز، البارا سمباتيك فايبرز هتمشي لين توصل لجانجليون قريبه من الجلاند هذه اللي اسمها سب مانديبولر جلاند، هذه اسمها سب مانديبولر جلاند. سليفري جلاند طبعا، واختها الثانيه اللي هي اسمها سب لينجوال، سب لينجوال سليفري جلاند. شنو يصير هنا البارا سمباتيك فايبرز هذه؟ راه كلها بري جانجليونيك بري سينابتيك بارا سمباتيك فايبرز، وعرفنا النيوكليوس نتاعها منين؟ من السوبيريور سليفري نيوكليوس. حتمشي وتدير سينابس في جانجليون، يعني تسلم الاشاره هنا لبوست سينابتيك فايبرز. البوست سينابتيك فايبرز هادو حيرفعوا بارا سمباتيك انرفيشن للسب مانديبولر جلاند وبارا سمباتيك انرفيشن للسب لينجوال جلاند، ويتلاقوا قلنا في جانجليون، والجانجليون هذه نسموا فيها سب مانديبولر جانجليون. الجانجليون موجوده هنا اهي، شو نسموا فيها؟ سب مانديبولر جانجليون. الجانجليون هي اسمها سب
mandibular ganglion. يبقى السب مانديبولار جانجل شنو يصير فيها؟ السب مانديبولار جانجل يصير فيها سينابس للبري سينابتك فايبرز او بري جانجليونيك بارا سمباتيك فايبرز اللي مشيت للسب مانديبولار جلاند والسب لينجوال جلاند باش ترفع لهم بارا سمباتيك باش يشتغلوا باش يطلعوا السلايفا او يديروا سلايفيشن. تمام، شوف معي هنا النيرف هذا اللي طلع مني اللي فصل البارا سمباتيك فايبرز اللي فصلها البارا سمباتيك فايبرز قلنا دار جنب بالفتحة هذه اللي سميناها بيترو تيمبانيك فيشر، جتها فايبرز ثانية ودخلت معاها في تركيبة النيرفا يعني داروا فيوز مع بعضهم. هذا النيرف اسمه لينجوال نيرف، لينجوال نيرف. اللينجوال نيرف هذا هنحكي عليه حاجة، بس الريجن هذه قبل اللينجوال نيرف الاريا هي كلها شو فصلها من فايبرز؟ فصلها توا بارا سمباتيك فايبرز. خلينا نزيدوا عليها حاجه ثانيه، نرجع فوق، ركزوا معي هنا، نرجع فوق. تتذكروش قلنا في نقطه ثالثه او نيوكليوس ثالثه، شو سميناها النيوكليوس الثالثه؟ النيوكليوس الثالثه سميناها نيوكليوس اوف تراكتس سليتوريس. التراكتس سليتوريس النيوكليوس تطلع منها فايبرز مسؤولات على من؟ على السنسيشن. يس ويتش سنسيشن؟ تيست سنسيشن. قلنا منين؟ من الانتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج. شوف معي التيست سنسيشن تو. هنا عندنا في تيست بادز هذا التانج، انا التانج قسمته انتيرو تو ثيرز وبوستيرو وان ثيرد. من الانتيرو تو ثيرز في حاسمه فيهم التيست بادز، تيست بادز. التيست بادز هادو حياخذوا تيست سنسيشن وحيطلعوا من الانتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج وحيتبعوا النيرف اللي احنا تكلمنا عليه هنايا وبيديروا الساينابس طبعا ويمشوا يدخلوا مع التري البيترو تيمبانيك فيشر ورجعوا باكورد للفيش الكنال ويمشوا ابورد للنيوكليوس نتاعها. قلنا واتش النيوكليوس؟ النيوكليوس اوف تراكتس سليتوريس، النيوكليوس سليتوريس. النيوكليوس سليتوريس هذه شو اللي مشالها؟ شو لها التيست سنسيشن اما اللي بلون الاخضر هذا كله التيست سنسيشن. خلاص نرجع فوق للنيوكليوس، هذه موتر اتفقنا فيها، بارا سمباتيك تفهمنا فيها، هذه سنسوري تيست سنسيشن مش جنرال سنسيشن سبيشال سنس. ويتش تايب اوف سنسيشن؟ تيست. منين؟ انتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج. لو تلاحظوا معي في الريجن هذه هنا في البوينت هذه تلاقوا تو تايبس اوف فايبرز، من هم البارا سمباتيك مع التيست سنسيشن مع التيست فايبرز، فهذو كلهم مع بعض يقدروا في نيرف واحده نسموه فيه كوردا تيمباناي. كوردا تيمبا تيمباناي. اه الكوردا تيمباناي بدت منين؟ من الفيش الكنال، من الفيش الكنال اهي، هذه كلها كوردا تيمباناي. كوردا تيمباناي من الفيش الكنال طلعوا منها تو برانشز او تو تايبس اوف فايبرز، دخلوا مع مني؟ مع البترو تيمبانيك فيشر. التو فايبرز من هم؟ بارا سمباتيك ماشيين للجانجلين، ويتش جانجلين؟ للسب مانديبولار جانجلين باش يديروا فيها الساينابس. من معاها ثاني؟ معاها فايبرز نسمو فيهم احنا التيست فايبرز. جايت من الانتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج، اسمها انتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج، من الانتيرو تو ثيرز اوف ذا تانج، وحيرفعوا شنو قلنا التيست فايبرز، وداوت ساينابس، ما فيش ساينابس، بس اشتركوا مع بعضهم هنا، فمن البوينت هذه، والبوينت هذه كلها نسموها فيها كوردا تيمباناي، شو اسمها؟ كوردا تيمباناي، هنا رفعت. الكوردة التمبناي هذه اتحدت مع نيرف اللي هو هذا اسمه لينجوال نيرف. اللينجوال نيرف هذا برانش من المانديبولار نيرف اللي هو برانش من الافت من الترايجيمينال اللي هو نسموه احنا في في 3 من الترايجيمينال عنده مانديبولار نيرف، واحد من البرانشز نتاع المانديبولار لينجوال نيرف. اللينجوال نيرف من اسمه
هذا ياخذ جنرال سنسيشن، جنرال سنسيشن من الانتير تو تيرز اوف ذا تانج، يعني الانتير تو تيرز اوف ذا تانج حتاخذ منه، يعني احنا نقولوا تمبريتشر من الانتير تو تيرز بين من الانتير تو تيرز تاتش من الانتير تو تيرز. مين مسؤول عليه؟ مسؤول عليه من لينجوال نيرف اللي هو هذا، مسؤول على من؟ على تي، على التمبريتشر والبين والتاتش، انتيرور تو ثيرز. يعني جنرال سنسيشن حياخذهم مني لينجوال نيرف، تيست سنسيشن حياخذهم مني الكوردا تيمباناي، هنا تيست وهنا جنرال سنسيشن، الاثنين اتحدوا مع بعض، هذه كوردا تيمباناي وهذا مني اللي هو اللينجوال نيرف. ممتاز. وكل واحد يرفع فايبرز، الكوردا تيمباناي فيها باراسمباتيك وفيها تيست سنسيشن، اللينجوال نيرف حنرسم له الفايبرز نتاعها نديرهم دوت دوتس، الفايبرز نتاع اللينجوال نيرف شنو فاسطه؟ جنرال سنسيشن، ويتش تايب اوف سنسيشن؟ تمبريتشر بين و تاتش. ممتاز. نجو لي اخر فايبرز، احنا قلنا الباراسمباتيك يا اما سلايفيشن يا اما لاكريميشن، يعني لاكريميشن يعني نتكلم عن الجلاند هذه، ويتش جلاند؟ شو اسمها هذه؟ اسمها لاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند. ممتاز. شوف معي الفايبرز اللي مشيات اللي ندرت للاكريميشن، كانكم نرجعوا شويه باكور، باهي تذكروا في النيوكليس هذا شنو سميناه؟ سميناه السوبيريور سليفري نيوكليس، وقلت لكم فيها نوعين من النيوكلياي سميناهم السليفاتري نيوكلياي وتكلمنا عليهم تو اللي هم عطوه الكوردا تيمباناي، وعطوه حاجه ثانيه اسمها لاكريماتري نيوكلياي اللي درتهم هنا دوتس، هاي نتبعوهم تو الدوتس هذا من نفس النيوكليس، ها نديرهم باللون الاسود من نفس النيوكليس، هنا هما في فايبرز باللون الاسود هادو باراسمباتيك، كيف عرفناهم؟ ما طلعت من السوبيرو سليفر نيوكليس باراسمباتيك، لما وصلوا للريجن هذه اللي فيها جينيكوليت جانجليون، لما وصلوا للريجن تاع الجينيكوليت جانجليون الفايبرز هذو شنو داروا؟ سيبوا اللي هو الفيشن نيرف ومشوا بروحهم، اند سم هاو ان هم طلعوا من الفيشل كانال وداروا جمب وداروا فيشر فتحه بروحهم ورجعوا للكرانيال كافيتي. ها شوف معايا تو هم وين هنا الفايبرز؟ في وسط الكرانيال كافيتي، في وسط الكرانيال كافيتي. هادو من هما هادو فايبرز ليهم علاقه باش بالباراسمباتيك، ويتش باراسمباتيك؟ اللي ماشي للاكريمال جلاند. يبقى هما هنا الفايبرز هادو داروا نيرف بروحهم، شو نسمو فيه النيرف هذا؟ نسمو فيه جريتر سوبرفيشال بتروزل نيرف، بتروزل نيرف. يبقى الجريتر بتروزل نيرف هذا، هذا برانش من مين؟ ايه برانش من الفيشن نيرف، سيب الفيشن نيرف وهو وين؟ في الجينيكوليت جانجليون، وترجع تاني وين؟ للكرانيال كافيتي. ممتاز. شوف معايا القصه نتاعها، هذا اسمه جريتر بتروزل نيرف، راه بيسك عليه في امتحانات، شنو الفايبرز اللي فيه؟ ايه في باراسمباتيك، فنقول عليه في بري ساينابتيك باراسمباتيك فايبرز، فالفايبرز اللي فصله شنو؟ بارا سمباتيك. احنا نعرف ان البارا سمباتيك حتدير الساينابس قريب من الاورج اللي هي ماشيت له، هو وين يبي؟ الجريتر سوبرفيشال بتروزل نيرف، يبي لاكريمال جلاند. شوفوا كيف بيوصل، نوقفوا عليه هو شويه ونمشوا هنا في الريجن هذه. في الريجن هذه انا راسم مجموعه فورامينا، باهي الفورامين هذه اللي هي فورامين لاسروم، فورامين لاسروم اللي نعرفوا احنا في الفورامينا بتاع السكل ان هي من تحت مسكره بكارتلج، بس يفوتوا منها بلد شويه بلد فيز والميشري فينز. هنا الفورم اللاسروم هذه مربوطه مع كناله، شنو نسمو فيها هذه؟ نسمو فيها احنا كاروتيد كنال، من اسمها كاروتيد كنال معناه يدخل منها مني انترنال كاروتيد ارتري، فالانترنال كاروتيد ارتري يدخل من هنا باش يجيب الكرانيال كافيتي، فهذا انترنال كاروتيد ارتري. هنا الانترنال كاروتيد ارتري داخل مع كنال شنو اسمها؟ انترنال كاروتيد ارتري داخل مع كنال اسمها، مع كنال اسمها كاروتيد كنال. ممتاز. هذه سميناها فورامين لاسروم، هذه سميناها تيريغويد كنال، تيريغويد كنال، هي نسموها تيريغويد كنال.
به. الريجن هذه عبارة عن فصة نسموه فيها تريجو بالاتاين فصة. تريجو بالاتاين فصة. التريجو بالاتاين فصة هذه عندها كونكشن مع الاوربيتال كافيتي عن طريق انفرا اوربيتال فيشر. انفرا اوربيتال فيشر. وعندها كونكشن مع الميدل كرانيال كافيتي عن طريق الفورامن. هي اسمها فورامن روتاندم. اسمها فورامن روتاندم. نرجع للنيرف تو حنكتبهم الفورامينا كلهم بهي. نرجع للنيرف تو النيرف هذا شنو سميناه؟ جريتر سوبرفيشال بتروز النيرف. شنو فيه؟ باراسمباتيتك. شوفوا معي شنو يدير. دخل وين؟ فورامن لاسرم. ومشي ثاني مشي للفورامن تريجويد فورامن او تريجويد كانال. نوقفه هنا تو هنا وصلنا وين هو للتريجويد كانال. تو هنا نتبع في البات وين تاع كيف يبي يوصل للاكريمال جلاند. ذاتس ات. احنا نعرفوا ان فصل الجلاند فصل الفصه تريجو بالاتاين فصه هنا عندنا جانجليون. وش جانجليون؟ اسمها تريجو بالاتاين او سفينو بالاتاين جانجليون. سفينو بالاتاين جانجليون. سفينو بالاتاين جانجليون هذه عباره عن بارا سمباتيتك جانجليون. بارا سمباتيتك جانجليون. النيرف هنا اللي هو سميناه احنا جريتر بتروز النيرف تخلي الجانجليون ودار فيها سينابسة وطلعت منه بوست سينابتك فايبرز. البوست سينابتك فايبرز باللوجيك والمنطق تبي لكن المجلاند ما عندهاش الا الانفرا اوربيتال فيشر باش توصل. نبي نشرح كيف توصل غادي بس كومبلكس شويه. نكمل هنا به. ما هي الاكريمال جلاند جتها برا سمباتيتك بس في سمباتيتك فايبرز تبي توصل هنايا للريجن هذه للاوربت والاكريمال جلاند. وهذا ارتري شو سميناه؟ انترنال كاروت ارتري. مع الانترنال كاروت ارتري حتمشي معاه سمباتيتك فايبرز. السمباتيتك فايبرز هذه حتى دخلت مع مني مع الكاروت كانال. بعدين وين دخلت؟ التريجويد كانال هنا. يعني تو في التريجويد كانال كم عندي نيرف؟ يعني عندي اثنين. ما هو واحد نعرفوه من هو جريتر سوبرفيشال بتروز النيرف بو. الثاني هذا سمباتيتك. شنو اسمهم السمباتيتك هذا؟ السمباتيتك فايبرز هذو عندهم اسم نسمو فيهم ديب بتروز النيرف. وهذه اسئله الامتحانات اسمها ديب بتروزل نيرف. نسمو فيه ديب بتروزل نيرف. ديب بتروزل نيرف يعني الديب بتروز النيرف. شنو الفايبرز اللي فصته؟ سمبا سمباتيتك. والجريتر بتروز النيرف بارا سمباتيتك. لكن لو تلاحظوا هم الاثنين مع بعضهم تلاقوا وين؟ في التريجو في التريجويد كانال. ها الاثنين مع بعضهم الفايبرز هنا قالوا خلينا نسموهم نيرف واحد مع بعضهم الزوز. شنو نسموهم؟ نسموهم نيرف اوف تريجويد كانال. نيرف اوف تريجويد كانال اسمه الثاني فيديان نيرف. فيديان نيرف. شنو هو الفيديان نيرف؟ هو نفسه نيرف اوف تيريجويد كانال. نيرف اوف تيريجويد كانال. شنو اسمه الثاني؟ فيديان نيرف. يبقى الفيديان نيرف شنو هو؟ هو ميكس ما بين ديب بتروز النيرف اللي هو سيمبا. مين معاه ثاني؟ معاه جريت او جريتر سوبرفيشال بتروز النيرف اللي هو باراسمباتيتك. اتحدوا مع بعضهم وكونوا نيرف واحد. شو نسموا فيه؟ فيديان نيرف. اسمه الثاني نسموا فيه نيرف اوف تيريجويد كانال. ممتاز. يبقى هنا للجانجليون هذه الجانجليون هي اللي اسمها سفينو بالاتاين جانجليون. بالاتاين جانجليون جوها سمباتيتك وبارا سمباتيتك. البارا سمباتيتك دارت سينابس اما السمباتيتك لا ما درتش سينابس طلعت منها. نجول اللي همنا تو احنا اللي هو الجريتر سوبرفيشال بتروز النيرف. قبل ما نوصلوا للكورس نتاع فوق نجول الفورمن. هي اسمها فورم الروتاندم. من الفورم الروتاندم حيدخل نيرف اسمه ماكسيلاري نيرف. شنو اسمه؟ ماكسيلاري نيرف اللي هو الفي 2 برانش. من مني برانش من الترايجيمينال شرحته بروحه في فيديو. برانش من
متراجي من النيرف. المكسيلري نيرف هنا هنا حيعطي، شوف شنو يعطي، حيعطي تو برانشز لمن للسفينو بالاتاين جانجلين، وحيكمل الكورس بتاعه وحيدخل نيم الانفرا اوربيتال فيشر. انفرا اوربيتال فيشر حيمشي فورورد في اريا معينه وحيطلع من الفرونت هنا، بس اعطيه برانش في الريجن هذه تسمو فيه زيجوماتيك برانش، هو اسمه زيجوماتيك برانش اوف ميني اوف ماكسيلري نيرف. الزيجوماتيك هذا مازال ينقسم زيجوماتيكو فاشيال زيجوماتيكو تيمبورال. زيجوماتيكو فاشيال هذا زيجوماتيكو فاشيال هذا زيجوماتيكو تيمبورال. ممتاز باه، قاعدين ما وصلناش للجريتر السوبرفيشال بتروز نيرف، كيف وصل غادي نزيد النيرف الاخير اهو اللي ماشي للعين. النيرف هذا اسمه اوفتالميك نيرف، حتى هو مترايجيمينال نسمو فيه في 1. الاوفتالميك نيرف في الريجن هذه حينقسم الى ثلاثه برانشز، ثلاثه تيرمينال برانشز. من هم الثلاثه تيرمينال برانشز؟ رقم واحد، رقم واحد اسمه لاكريمال برانش، رقم اثنين اسمه فرونتال برانش، رقم ثلاثه نيزوسيلياري، والثلاثه بيورلي سنسوري. اللي همني فيهم مني لاكريمال، يعني هذه لاكريمال برانش اي تاتش اي بين اي تمبريتشر من اللاكريمال جلاند السنسيشن بتاعها من ياخده اللاكريمال نيرف بتاع مني بتاع الاوفتالميك، وحيرفع للتريجيمينال سيستم. يعني باختصار النيرف هذا اللي رسمته فوق هذا من هو؟ هذا لاكريمال نيرف، لاكريمال نيرف باشين فيه في سنسوري فايبرز، لاكريمال نيرف في سنسوري فايبرز. زي اللي قربنا من الطريق تو نجول الباراسمباتيك نتاع الجريتر سوبرفيشال بتروز نيرف، كيف وصلت غادي هنا دخلت للجانجلون، طلعت منها بوست سينابتيك فايبرز، تبعت الزيجوماتيك نيرف زيجوماتيكو تيمبورال، بعدين دات جمب الفايبرز، دارت جمب عن طريق كوميونيكيتنج برانش، نقزت نقزت من مني زيجوماتيكو تيمبورال، مشت للاكريمال، مع الاكريمال تبعاته ومشت معاه للاكريمال جلاند. نعرف ان هي كومبلكس، رجعها بسرعه بسرعه، نتكلموا على الباراسمباتيك فايبرز اللي مشيت لي مني، قلنا احنا للاكريمال جلاند. الباراسمباتيك فايبرز يبدو من مني من الجينيكوليت جانجلون عن طريق نيرف، رجع على الكرينيال كافيتي اسمها جريتر سوبرفيشال بتروزن نيرف باراسمباتيك. الجريتر سوبرفيشال بتروزن نيرف حيتلاقى مع نيرف ثاني اللي هم اسمه ديب بتروزن نيرف اللي هو سمباتيك، والاثنين مع بعضهم يدخلوا للتيريجويد كانال ويكونوا في نيرف واحد اسمه فيدين نيرف، اسمه الثاني نيرف اوف تيريجويد كانال. دخلوا للتريجو بالاتاين فوسا الجو جانجليون، شو اسمها؟ سفينو بالاتاين جانجليون. الباراسمباتيك فايبرز دارت سينابس في الباراسمباتيك جانجليون وتبعت برانشز نتاع الماكسيلري نيرف، ودارت جمب من البرانشز نتاع الماكسيلري نيرف مشيت للاكريمال نيرف، ومن الاكريمال نيرف مشيت للاكريمال جلاند باش ترفع لها الباراسمباتيك فايبرز. حيسالك في امتحانات الاكريمال جلاند عندها باراسمباتيك عن طريق مني؟ عن طريق جريتر سوبرفيشال بتروزن نيرف، وعندها سنسوري برانش عن طريق مني؟ لاكريمال نيرف. لاكريمال نيرف برانش من مني؟ من الاوفتالميك نيرف. تمام، نختصر الموضوع في الريجن هذه، نجو مع بعضنا نقولوا تو الفيش النيرف اللي احنا حكينا عليه كم عنده جانجليون؟ كم عنده جانجليون؟ عنده اربعه جانجليون. رقم واحد مني اول واحده اسمها جينيكوليت جانجليون، باي رقم اثنين مني؟ علاش أربعة؟ ثلاثة، رقم واحد جينيكوليت، رقم اثنين هي سفينو بالاتاين، سفينو بالاتاين، رقم ثلاثة مني؟ سب مانديبولر، سب مانديبولر جانجليون، يبقى عنده ثلاثة جانجليون. نجور البرانشز نتاعها هاي، أول برانش مني؟ ناخذهم كلهم سواء كان موتر ولا كان موتر ولا سنسوري ولا كان تيست سنسيشن ولا باراسمباتيك. أول برانش من الفيشن نيرف من هو؟ أول برانش طلع منه هو شو اسمه؟ اسمه جريتر سوبرفيشال بتروز، إيه هذا نتاع الباراسمباتيك اللي من ماشي؟ ماشي اللي هو ميل اللي من يعطي، قلنا احنا لاكريمال جلاند، لاكريمال جلاند. على فكرة الباراسمباتيك فايبرز مازال تمشي تمشي للبالت وتمشي للنوز وتعطي لمن ثاني؟ احنا قلنا للفاركس باش تطلع السلايفيشن، لان فيهم سليفر جانس سمول. ممتاز.
سوري ميوكس جلاندز مش طلع مخط. يبقى هذه بارا سمباتيك فايبرز جريتر بتروزي. هذا مني ديب بتروزي. هذا وش نير فيدي النير. بالبارا سمباتيك كيف وصلت؟ دارت جمب من مني من البرانشز متاع المجزل اللي مشيت للاكريما. اكسلنت. هذا اول برانش. تاني برانش هنا موتر من هو نيرف تو ستابيديس ممتاز. ثالث برانش وهو في الفيشل كانال من هو كوردة تمبناي. بالكوردة تمبناي شوف وسطها من فايبرز. فتو تايبس اوف فايبرز. واحدة بارا سمباتيك اللي بتدير ساينابس وين؟ في السب مانديبولر باش تطلع منها بوست ساينابتك فايبرز تمشي لمانوتش جلاندز السب مانديبولر سليفري جلاند والسب لينجوال سليفري جلاند باش يشتغلوا هما الاثنين. ممتاز. الكوردة تمبناي شوف وسطها ثاني فوسطها تيست فايبرز تاخذ تيست سنسيشن من الانتيريور تو ثيرز اوف ذا تانج. الكوردة تمبناي تتلاقى مع مني؟ تتلاقى مع اللينجوال نيرف. واللينجوال نيرف شنو ياخذ؟ ياخذ جنرال سنسيشن من الانتيريور تو ثيرز اوف ذا تانج. اكسلنت. الكوردة تمبناي لما دخلت الميدل اير مشيت في بوني تشامبر او في بوني كانال وتفتحت الانتيريور وول نتاع الميدل اير في فتحه شنو سميناها تريجو تمبانيك فيشر. هنا رجعوا تاني النيرف هنا ينزل تحت وطلع من الميدل اير او البوستير وول اوف ذا ميدل اير عن طريق فورامن سميناه ستايلو ماستويد فورامن. حيعطي التيرمينال موتور برانشز هما تو زكريا باي موتور سايكل واللي في الباك اللي هم سميناهم احنا بوستير اوريكولار ونيرف تو داي جاستريك وستايلو هايويد. اخر حاجه الجوفي فايبرز تتبع في الفيشن نيرف تاخذ في سنسيشن جنرال سنسيشن سموير من الاكسترنال اير والاكسترنال اوديتري مياتوس. تلقاها نوت مكتوبه في كل الكتابات. الفايبرز هذه تاخذ في جنرال سنسيشن وتتبع في الفيشن نيرف بس ما تمشيش للنيوكليا هما تمشي للنيوكليوس نسموه احنا سباينال نيوكليوس اوف تريجيمن النيرف. وتكلمت وحنتكلم عليها بالتفصيل في التريجيمن النيرف نيوكليايا فتقدر تضيف عليها من نيوكليوس رابعه شنو نسموا فيها نسموا فيها سباينال نيوكليوس اوف تريجيمنال سيستم اللي تجيها جنرال سنسيشن من الاير. الجنرال سنسيشن الفايبرز بالشكل هذا حتتبع مني تتبع الفيشن نير حتتبع الفيشن نير. ممتاز. اللي نعرف ان التوبك كومبلكس معقد والله I try to make it easy يعني للطلبة وأسأل الله ربي يعينني ويعينكم وما تنسوناش من صالح الدعاء ونتمنى اني منكونش نسيت حاجة مهمة يعني في الشابتر والإنسان جل من لا يخطأ اني اجتهدت وإن شاء الله ربي يعينكم. هذه حاجة very quickly بهي. هذا الأورجن بتاع الفيشن نير تحفظوا النيوكلياي بتاع الفيشن نير في الرسمة هذه اللي هم الموتور فايبرز بتاع الفيشن نير كيف طلعوا ومشوا غدوا اللي هو المسلز. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.